checks on him. Under there. اللهم اجعل قدومنا قدوم خير وبركة وبركة إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير. ربنا يا رب يا الله ألبسنا من تجليات صاحب هذا المقام. ألبسنا يا رب يا الله من تجليات حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. معاشر الحاضرين، لو كنت أكويا ما فيه ما تفضليني ضيفنا الكبير مولانا محمد حاشم الرباني الشيخ محمد علي حسن فقيد نولي وجنبي ولو كوجه هذي ساسة تو تفضليني ولو وجنبي ولو كوجه هذي ساسة تو وتنجية إلي كسوي ذيك نان نيوم بقى الحبيب صالح يتكوى يكوازي سازوت فسياو رجاء نترك المجال لمولانا ومن كان في معيته. جميل جمان تسبريني مسكتيني تصل العصري هي بساسة وينيجي نقول كل جماعة ما تفضليني صافا نفاس لكن وعليكم سكتين جماعة الدار اللي في كان صندوق هل الذي كان يشرب بالقهوة فبعض الأقوال يقولون كان حذري يحضر ما هذا المكان الذي كان هذا كان يدوب القهوة تفضليني ولي وجيني تقيس نفسي. هناك أنا يسكن في المولد. هذا الكراسي نفس الكراسي. والسرير نفس السرير. It has been preserved. وشاد حشوها. There's a time the whole slum was burnt, but this house was not burnt. جميل. جاك هذا. نقول تبيك أشياء. ألو. نعم. سلام. يلا. ولا كتب وجه. طي الزمان وطي المكان. جميل. الأولياء يحضرون في كل مكان ومن لا يقبل بهذا أو لا يعترف فهو إيمانه ناقص. ولا يحزنك قوله إن العزة لله والسمع العليم. شيخ محمد علي تعبان؟ لا والله بس حر والله حر أكثر من جدة. اي والله الله
أولاده لا زالوا على قيد الحياة؟ أحفاده على قيد الحياة. أحفاده الباقر أخي أستاذ حسين. أحفاده؟ نعم مش أولاده. حسين حسين بن أحمد بدوي بن صالح. بن صالح. أحمد بدوي بن صالح. بن صالح. ولدت يوم وفاة والدي. نفس اليوم. وأختنا واحدة فقط. عشان. هم الباقين. أما الأحفاد الحفدة موجودين ولله الحمد. الحمد لله. فصفني النفس كده جمال. وديني يومك كده جمال. جمال ليزك هوا. لا جوت النين. وديني يومك جمال. وديني يومك كده. وديني يومك بتشوف بيم. زحمة الناس سببت الحرارة. تريدني يومك دوغا باتو بيبا جماعة. فضليني. تريدني يومك دوغا باتو بيبا. شيخ عبد الحميد. بجماعة دوغا تريدني.